ونذكرك يا جبان يا خنزير بأن للأردن حدود مع فلسطين تزيد عن 300 كيلومتر، وهي قنبلة موقوتة ستنفجر بوقتك وبوجهك وبأمثالك يا جبان. يجب أن نقف موقف جاد وصلب خلف جلالة الملك حتى نشعرهم لا بل نرعبهم، وهم وكما يعلم الجميع بأن اليهود من أجبن شعوب العالم. مجرد ما مثل ما حكينا سابقا خربشة على النهر، الكل بلجوا إلى حصونهم. هذا موضوع خط أحمر، نفتدي القدس والمقدسات بالمهج والأرواح، ونبذل الغالي والنفيس، ومستعدين لأن نكون شهداء ومشاريع شهداء، وأول من يستخدم العصا والقنبلة والبندقية تجاه هذا الكيان المغتصب. والجميع الأردنيين يتحولوا إلى فدائيين واستشهاديين من أجل فلسطين ومن أجل الأقصى. أبناء القردة والخنازير يجب أن يعلموا بأن الرد من الشعب الأردني والفلسطيني الآن ربما يسمع كلام، ولكن هذا الكلام يعبر عن بركان قادم، لأن الرد سيكون بالرصاص قريبا بإذن الله. إن أرادوا أن يحولوها إلى حرب دينية فستكون نهايتهم بإذن الله. والتاريخ خير شاهد على هزائم اليهود. وبحب أحكي لكل يهودي موجود بفلسطين إنه الأيام دول، وعندنا هون في ولادات بتولد، وراح يجي يوم نقتحم في تل أبيب، وهذا وعد من الله. إلا ندعم موقف جلالة الملك ونقف خلفه داعمين ومؤيدين حتى ينطق الحجر: يا مسلم هذا يهودي تعال فاقتله، وهم يعانون في الليل والنهار من هذا الكلام.